السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة خليفة الغزالي، أسعد الله أوقاتكم كما وعدتكم خوتي. هذا هو التتمة ديال الفيديو الثالث ديال السوق الأسبوعي ديال مدينة سوق السبت. كما وعدتكم أنا غادي نوريكم إن شاء الله هذاك الشيء اللي شريت، المشتريات ديالي اللي شريت من السوق الأسبوعي. كما كتشوفوا إخواني، بيع وشراء في سوق السبت، كتشري يا إما البياسة يا إما منك الواد، كيقولوا ليها هما منك الواد، يعني كتشري البياسة ما كتعرفهاش واش خدامة ولا كانت عندك دراية وعارف راه كتدي البياس مزيان. و100% كاع السوق الأسبوعي ديال سوق السبت ديما كيجي بياس مزيان وكيكون خدام. بالنسبة لهاد البياسة هادي كيخدموا بها البلومبية ولا كيخدم بها التريسيان، كدير 3000 ريال جديدة. هادي شريتها أنا ب20 درهم، 100% خدامة. علاش؟ الريزيستانس ديالها كتبان، ما مقطعه ما والو. انا عندي درايه في هادشي ديال الكهرباء. بالنسبه لهذه اخوتي، هذه ريغيلاتور ديال الطاقه الشمسيه، كتشارجي بها الباتريات. هذه خاصه كتشارجي الباتري، كدير جوج خيوط ديال الطاقه الشمسيه وكتخرج جوج خيوط الباتري وكتشارجي الباتري. الباتري ملي كيتشارجا كيقطع راسو اوتوماتيك. هذه خاصة بالباتريات، مثلا عندك باتري ولا جوج في الدار بغيتي تشارجيهم من الطاقة الشمسية كتشارجيهم بهذه البياسة هذه. أما بالنسبة لهذه البياسة هذه راه هي ديال الطاقة الشمسية، ريغيلاتور فيها ثلاثة دخلات، وحدة ديال الباتري وحدة ديال الريغيلاتور وحدة ديال الطاقة الشمسية ديال الألواح. هذه تقريبا تدير شي 6000 ريال 5000 في جديد. ها انتما كما كتشوفوا، الا بغيتي تشري هاد جديده كما قلت لكم من المحل راه كدير 4000 ريال 5000. هذا روبيني ديال لاشاس، اي واحد تعرفوا هذا روبيني ديال لاشاس، غتمشي للمحل غتشري ب 70 درهم. هذا شريته ب 15 درهم. انا كنصح اخواني الشباب اللي ما خدامينش يدخل للسوق، يدير الاسواق راه فيهم الفلوس. كتمشي مع 6 ديال الصباح ولا مع 5 ديال الصباح، كترجع مع 12 ولا الوحده كتصور 4000 3000 وكتجي بحالك. انا ان شاء الله غادي نوريكم كل شيء، هذا الشيء اللي كاين هنا الدور اللي كيخدم برا، وكتكون راكبه لي واحد الطاقه شمسيه صغيره. هذه هي البياسه اللي كتخدم لي، كدير 100 درهم. هذه شريتها ب 400 ريال، محل 20 درهم. دير 100 درهم جديده، 100 درهم، ولكن ماشي كاليتي بحال هذا الشكل. هذه ديال برا، هذه شريتها ب 35 درهم. انا غنوريكم ان شاء الله كاع هذاك الشيء اللي كاين وداك الشيء اللي شريت من السوق، وفي الاخير غادي نوريكم واحد المفاجاه هي اللي زوينه ودايره الثمن. هذه كاميرا ديال البيسي 10 درهم. ان شاء الله غادي نبقى ندير اللايف في القناة ديالي ان شاء الله وغادي نخدمها. بالنسبة لهاد العلبة، هذه علبة ديال الغطاس، هذه هي العلبة اللي كيخدموا بها الغطاس اللي كيركب في البير، كدير 150 درهم، 3000 ريال. شريتها انا ب60 درهم. الاخوان ما تنساوش اللايك والبارطاج باش تشجعونا ان شاء الله نبقاو نديروا بحال هاد الفيديوهات باش نستمروا في هاد القناة، قناة خليفة الغزالي المتنوعة، وشكرا لكم. هنا عندنا جوج شارجورات، هاد الشارجورات دوريجين ديال برا مكتوبه فيهم انتل. هادو شريتهم ب 10 دراهم بجوج، الا بغيتي تشريهم من المحل دوريجين على الاقل 30 درهم ولا 20 درهم للواحد، وفيهم كابلي دوريجين ديال انتل مكتوبه فيه انتل. هانتوما كيما كتشوفوا باقين جداد تقريبا ما مستعملينش. جوج بياسات ان شاء الله غادي نبيعهم بالثمن باش شريت هاد الساك، منهم هاد البياسه هادي كلنا كنعرفوها ديجونكتور اللي كنديروها في الدار، كدير 9000 ريال باقا خدامه مزيانه. هانتوما كيما كتشوفوا هادي ان شاء الله غادي نبيعها على الاقل ب 4000 ريال ولا 5000 ريال. هادي ديتها ب 80 درهم، 1600 ريال. انا الدومين ديالي هادشي ديال الكهرباء وديال الترصيص، ان شاء الله ملي غادي نخدم شي خدمه غادي نركبها لمولاها في المنزل ديالو، غادي نبيع عليه ب 4000 ولا 5000، غادي نقص عليه
5000 ديال الثمن ديال وحده جديده وهي باقا مزيانه. بالنسبه لهذا الاخوان شارجور، هذا شارجور ديال بيكالا ديال الضو، بيكالا كيشارجي الباتري 24 فولت، هذا داير 150 درهم في السوق، كيتباع ب 150 درهم. بالنسبه للاخوان اللي كيشريو البياس وكيبيعوا بالتقسيط كيبيعوه ب 150 درهم، ديتو ب 80 درهم. هاد البياسه هادي ما يمكنش تصيبها في المحلات عندنا هنا في المغرب، هاد البياسه كتباع في الانترنيت، الا ما شريتيهاش من الانترنيت ما غاديش تصيبها. هادي كتركب البيكالا ديال الضو، هاديك سيراتور ديال البيكالا ديال الضو، الثمن ديالها راه كدير تقريبا، دخلت للانترنيت قلبت الاثمنه ديال هاد البياسه هادي تدير 6000 ريال 300 درهم، باقا جديده ما مستعملاش، باقا في الميكا يعني ما مستعملاش، باقا جديده. كسيراتور كتركب في البيكالات اللي كيخدموا بالضو بالباتري كيتشارجاو، وهذه هي الكسيراتور ديالهم، هانتوما كما كتشوفوا راه باقا جديده. هذه ديتها ب 60 درهم. الاخوان ديروا لايك للفيديو، وراكم كتنساو ديروا لايك ان شاء الله باش نستمروا في نشر الفيديوهات. هاد البياسه خوتي انا كنت احتجتها، عندي واحد الفيديو في القناه ديال كيفيه تحويل دراجه هوائيه الى دراجه كهربائيه، شريتها ب 6000 ريال. كما كتشوفوا راه اربعه البياسات اللي كاينين، كاينين الفرانات، هادو راهم فرانات كيخدموا بالضوء، ملي كتشد الفران كيقطع على الموتور ديال البيكالا اوتوماتيك باش الموتور ما يبقاش يدور ويتحرق. الا كانوا عندك بحال هاد البياسات هادو بربعه، تقدر تحول البيكالا ديالك عاديه تحولها باش تمشي بالباتري، غادي خصك ليها الموتور، موتور ديال 12 فولت كاين موجود في المغرب، وغادي دير ليها باتري، باتريات غدير مثلا باتري ديال الموتور وغادي تخدمها تمشي بالكهرباء. بالنسبة لهذه هي المفاجأة اللي في الكرتونة، هذه بولة عادية دايره تقريبا 50 درهم في المحل في الدروغري كتديها ب 50 درهم. بالنسبة لهاد التيليكوموند، هاد التيليكوموند هي ديال هاد البولة اللي عندنا في الكرتونة، بولة بروجيكتور ايكونومي ديال 150 واط كتخدم بالطاقة الشمسية، هادي دايرة 70000 فرانك 700 درهم. هانتوما كيما كتشوفو باقا جديدة مازال ما مستعملاش، باقا خاوية من الشارج، خاصها غير تشارجا وغادي تخدم. بالنسبة لهاد البروجيكتور راه متعددة الاستعمالات، تقدر تخدمها عندك في الدار قدام الباب، تقدر تستعملها في الجردة، تقدر تستعملها في مثلا عندك الفوق في السطح، يعني كتضوي فابور والضو ديالها مجهد بزاف كيشد واحد المسافة طويلة. بالنسبة للخدمة ديالها راه كتخدم بالنهار وكتخدم بالليل، وعندها تيليكوموند ديالها باش تتحكم فيها، الا بغيتي تخدمها بنهار غادي تخدمها مثلا في مكازا عندك فيها الظلمه بزاف غادي تخدمها بنهار، الا كنتي ديرها مثلا امام المنزل راه غادي تخدمها بالليل، فيها ريغلاج ديال النهار وفيها ريغلاج ديال الليل، وفيها ديتيكتور دو موفمون مثلا الا بغيتي تخدمها بالليل ووقت ما داز من قدامها شي واحد تشعل تخدمها، بغيتيها تبقى خدامه مثلا ديريكت راه غادي تخدم ديريكت، في العشيه غادي تخدم، مع الصباح يصبح الحال غادي تطفى راسها اوتوماتيك. هذه لاسوري ديال البيسي لوجيتيك، لوجيتيك ماركه مزيانه 10 دراهم. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ما تنساوش تدعموا القناه ديالنا وشكرا لكم.